أيها المسلمون عباد الله نفتي إذا يديك وحمد الدار من الله سبحانه وتعالى أين كبغن بغن تحقى إلهي أن يمضي تاسوا أن إلهي سبحانه وتعالى لحصو سناضو أن الله المامن إلا طيع أمرك سلقات لوعاس قروب إن إلهي لو لم هد عليو نعموين كيسا يخيرات كفرها بغل أنوغ لديس isku soo buub waxa weeye in amarka alla la qaato wuxuu naga reebay laga haro ayaynu isu dabaarnayna cabsida allah waa dabaarankii ilaah subhanahu wa ta'ala muslimiintu u dabaarnay waa dabaarkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ummad u dabaarnay inta kadib waxaynu khutbada isku xusuusinaynaa maanta arin aynu u qabno baahi badan oo ah ummadatan muslimiinta guud ahaan qaas ahaan ummada soomaaliyeed ee burburka iyo hanta wulifka iyo durufaha adag iska haystaan سيل الله بحي كراه لباتبا هيسة الضدكة ونو قادي كراه دولة نمحوك بضن عز يشرف نبكو إلهي وكو مكانيو قيمها يما موسكا وأذيالتين احترام حق الله يكن من آذك وإنا هنشيد سيل الله قادي كراه أيين خطبة كسراب سنهيد ومدة إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تاه وحكوت من إليهين ومدة وخير بنيد ومده كنتم خير أمة أخرجت للناس الله يحليه أمد المسلمين تاهي وأمد أخر بضنيد أو أشرف بضنيد أمدها كون كان إله سبحانه وتعالى أسومري أمد خير دلس مرك إلهي كل شيء جاي وحيكوه لكرتاه الرماء يكوه لكرتاه دي الله جاهره الرماها سي لجيه ليه الرماها سي لجيه ليه إلهي مركو شيء إلهي أمد أخر بضنتهي تلمامه وشيء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وناجد إسفر إنسان حمان تذكره إنسان إلهي بات رومين إنسان وحول بإيمان كيس واجب هاي أيام الله إيمان إنسان مركا أيام خيرية هي إنسان مجرد أمد النبي محمد بن هاي خيرية الله مهر تلمامه لا سعد يذكره إنسان مجرد إن دتك أي شيء أنا هنا مسلمين هي كجب حميان دل جه إنسان وحي كجب حيان مركا كجب حيان تلمامه إلى سبحانه وتعالى أو شيء أرد أسكما إحرنا جنسي النوع عرب ويا أفريقيا ويا وآسيا ويورب كما إحرنا وعدي هاي ومدوي هاي وسام ويا كما إحرنا وحيكون حرنت هاي إن التي ما دت تلمامها وإلى سبحانه وتعالى وكل تلمامه أن ذاتك مسلمين تاه دين تودي أيكوفا نجرين إن الدين عز يشرف كرامته dadkii musaxaabada ahaa ee nabi sallallahu alayhi wasallam uu soo tarbiyeeyay ee maaratay diinta tan ilaahay ku sharfay ka horna aan muslimiin ahayn ayaa saxaabadii ragooda ajlada ahaa ayaa ka waramay waxa ahaan jireen iyo wuxuu ilaahay ku cuseeyay iyo wax looga baahan yahay saadatay amir almu'miniin umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu waxa uu leeyahay nahnu qawmun a'azzana allah bil islam annagu waxaan nahay dad ilaahay uu ku sharfay diinta islaamnimada عزك يشرف حقنا وجرا دينتنا وجرا مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله هذا ما كله عن إسلامنا ما هاي عن شرف كره هذا إنه عن وحمودنا وحن دله لجهل ماي عزك يشرف كإسلامنا ما ذا يكجرا إلى يحول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين شرف كي عزنا ياله إله باله رسول كيساله صلى الله عليه وسلم مسلمين تعياله منافقين تما يقرانيا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا شرف يا رب إلهي حقيسة شرفت أعتوي دين الله كحي روي مركا أرنت كواد أمد كذب حيس الدلقة ينتاويل في كوحي تهي من عام خاصة إلا نقول أمد إلهي كحرا وعقيدة له ودين له وحي رميس انت إجران وان قرانينا ما أنت dadku waa muslimiin wala adamiyo wax kasto fiican yihiin laakiin mashaariic badan ayaa dadka dhaxdooda ka socda oo koow ka yihiin dad la diin ilhaada la diin ah ilaahay mar rumaysna aakhira mar rumaysna quraan mar rumaysna nabi mar rumaysna wax rumaysan yahay male internetku dhax fadhiya saa wixii safidinaya dadku u sheegay af Soomaali durr ku hadlaya marka waxaas ummad ay ka dhax socdaan ama ku sifaysan meel ma gaarayso waxa la rabaa in la dhiso نبي صلى الله عليه وسلم صدح توصلنا يوم مدينة ما كجوجي ذاتك أي توحيد كعقيدة كديسي مركو هدروه مدينة تجي دولة الإسلام كأي أضبة أتاعي دولة بس عقيدة أساسها سلوها كدي من جوابه عبادة
مركو النبي صلى الله عليه وسلم مدينة يمد أعماش وهو الرأي وقبط وحكم إذا مسجد كل وعي بعد السلة ومضى سوء مال المسلمين إلا بسي مسجد كاس مجرد صلاة كل يوم هاي وهو جان كماش ضد كل حكم يا أيوها أو ما أردت أرين كستو كستاب سن هذا يدي عقيدة أهان لهيت بقى كذا دوا أهان لها حالات ده هذا أهان له حالات ما له واحد هاي قلت له قادنا يا أهي سجى يا أساسه وحبر شده قضاها جهاتك أرنك سوء ما أردت أرمها كم داود إلهي وبلغ ركضة المسلمين تعقيد السحر له إنه قول سيندون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلهي وبلغ هذا هو مؤمنين تعقيد كم دا وعملك ونأسان سمية لا يستخلفنهم في الأرض إلهي هو أسألك أيولي بدونا أسألك أي خليف يمامو أغدق دونا كما استخلف الذين من قبلهم سوى كانت المامها إليه ضدك إلهي ودور ابن مدي عزك سي وحوي الذين إما كناهم في الأرض كو مرك ملك إلهي قعنت وسو قليه وما ملك ودور ابن مدي إهلان أقاموا الصلاة صلاة أي أوغان وقت كذي إلاليان أركان تذي شروط ذي إيو قاب كل وقت كذي سحان صلاة وقت وقت المهمة وآتوا الزكاة زكاة أي بحيان وأمروا بالمعروف وناقي فرونه عن المنكر عامل كلمات وما دي عز كلها شو حوي الوحدة إسكو حرمان شو يسكو ضمان وما كلمات سن أو فرقة والخلاف والتشتت وكل هجره وين جد عز يا الميس وما دا مسلمين تعانك ما أنت في الأيام أبدا لكن حيه أنت عصو دور 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 أنت عصو أوروب أنت عصو مشاكل كده هجران صادت ما إلها عز كرام إسكو ضمني أي الله إلهي نحوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والحرق إلهي قبصت أمانتي هكذا تكتينوي واذكروا نعمة الله عليكم نعمة إلهي حصوصته مركب واحد ده عبد عليك واحد ويسوع ماذا ضعنا حنون كده مدي هرون باباش كوا انجرنا الله بابا يان وقبي على ده قبي على ده أنا وريه ولا محانا لقدر معي أنا وصانا محانا لقدر معي ما لعد جيني سامترته ما نعم مع تقبيله قالوا يبرم مدة طول طول يا إلى زيرو يسوي استعداد مركز دم مركز ومدى الصومالية وين كحر وذا قبيالد يا رئيسي يا مارة روح الله ميت كاه هذه كلا دول اللي كجرته هو حي ولا يكون إذا يكوس يسوعنا يساو هذه واحدة لو إن حي معنا يو إسقبسي يضاد يخلاف ولا تنازعوا فتفشلوا إلى يعود هاي إسخلافنا أرنت أسوق بقبسنا ما حد عيو فتفشلوا waad guul dareysanaysaan waad fashilmaysaan wa tadhhab ruuhukum awoodi inuu tagaysa khilaaf wax kale ma buka intaas uu keenaa in waxdada la ilaaliyo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay in allah yarda lakum thalathan ila saddex arimood buu raali idin ka yahay ila wuxuu raali idin ka yahay caabudaan wala u shirkiin cibaadada kaliya la siiyo aan cid kale cibaadada la wadaajin wa ta'tasimu bihabli llahi jami'an harqa lana wala qabsatan wala tafarqu idin kala tagin ila ilaahi kaliya caabudaan niyoodan idin kala tagin ويكره لكم إلهي وحيدين عايدين دي قيل وقال وحيد وحي تري وحي تهاي وواحد سماري كله وشهاي يسوع سفراء بدل له وتعنت كا يحوله ولا ضيعه مركب فرقة خلافكم وهذا باتوين وحنا يسكو ما يكون مهلا عيال صادت أمد وين ولا لوضه دين تا يشرف كي يكون ولا لوضه وحيد باتين يكبحان إلهي نتاسع يكتل المامي النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه أسس تكلم الدولة يقول إسمه حكم إذا عدالة عدالة هو أساس عدالة عايز تجد وحوله وظلم ظلم جنا وحوله أهم بنان معه إلهي الظالم ومجر جار ظلم جنا حال هذا وضع الشيء في غير محل شيء أو ماشوا صلى الله عليه وسلم عدالة وحوله عدوا بوحه إلا سيو سنان يا عدالة سنان وحوله السم المجران عدالة وحوي عد والبوحي حق ولاها إنا يهشوا هدي له وياه دور النمل هني معي ظلم هدي له سنة وعلى بربرايا كذا هرو عود علي إلهنا سبحانه وتعالى ظالم ومجر جاره ظالم كان إلهي وحويه وسوق بتاع ما ننتي سب سوا يا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته إلهي ظالم ك وقت حوا جانس على السيا هدو كسر نقوم مركل لقبته نهاية وعود ما نيسا عدالة أي إلهي أمر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله عدالة أي إلهي إلهي الدرتي مرخاتون ولو على أنفسكم
waxay cadaaladda ka sameeyaan dadka naftaada noqoteen hadii naftaada iyo cid kale isqabtaan cadaaladda cid kale xaq leedahay waa inaad siisaa inaad u sii xisaamaa oo dulmi samaysaa awl waalidiin wala qaraabadaada iyo waalidkaaga iyo ahalkaaga iyo cid kale hadday isqabtaan xaqan cid kale uu la jiro cadaaladda waa inaad iyaga siisaa waa acdal qaanuun ka cadaalad badan ma jiro qaanuunka ilaahay uu soo dejiyey wax walba bini aadamka u qorto waxba kama jiraan marka loo eego ilaahay cadaaladda uu sameeyey iyo aayaddan cadaaladda ay caddaynaysa wey ina allaha yaamurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha waad garanaysaan awaamisha kale ee laga maarmaanka ah dowladnimada ay ku dhisnaanta waxa weeye alcilmu waalcamal aqoon jahli dowladdu uma dhiso aqoon darro dowladdu uma dhiso dowladdu waa inay asaaskeeda cilmi yahay cilmigan waxa ugu horreeya inuu qofku uu barto rabbigiisa iyo diintiisa iyo nebigiisa sal alla lay wasalam kadibna arrimahan kale adduunyadu wuxuu uga baahan yahay inuu barto cilmigaas haddana waa in lagu camal falo ummadii cilmiyo aqoon la-aan meel ma ay gaarta weeye saa darteed diinta islaamka asaaskeeda waa aqoon aayadda u horreysay waxyiga xagga alle ka yimaado wax akhrin iyo cilmi bay ka hadlaysa nebiguna sal allahu alay wasalam dadku uu ku booriyey oo maaragtay in wax la barto saa darteed cilmiga isna waxa weeye waa arrin muhim ah waa soo ka koobaya dadku way garanaya intaas badan waxa kale oo maaragtay asbaabta ka mid ah cilmigaas iyo cadaaladaas ayaa ka mid ah iyo ummadda in ay u diyaar garowdo in ay horumar samayso oo istaraatiijiyaad iyo qorshayaal ay yeelato ummadaha bilaa qorshaha ayaa baaba-ashay oo maaragtay ku baaba-an marka waxaan ku soo koobayaa khudbadayda anoo laga yaba inaad ku dheereeyey ummadi way horumari kartaa hadday asbaabta lagu horumar ay la timaado ummadi way duloobaysaa ama meesha ay joogto meel ka xun bay gaaraysaa hadday la iman kari weydo asbaabtii ay ku horumar leh haddaba ummadda tan ilaahay u nicmeeyey dowladnimada iyo nabadda iyo istiqraarka iyo horumarkii hanka ku jiro waa in asbaabta lagu hogaamiyaa maamul iyo shacab madax iyo maaragtay loo taliyaal intaba waa in asbaabta la raacaa cid walbaana ay taa ku dadaasho ilaahayna wuxuu leeyay waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa qofku wuxuu leeyahay wuxuu shaqaysto waxaa kaloo alla leeyahay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay ma bedelo qolo waxay ku sugan yihiin hadday barwaaqo ku sugan yihiin barwaaqadaasaa loo daynayaa ilaa asbaab barwaaqadaa ka hortagta ay la yimaadaan oo laga qaado hadday hantaawilifi baaba iyo hooyo baa ku sugan yihiinna ayaday ku jirayaan ilaa wixii saxnaa ay la imaanayaan ilaahay baa marka waxa weydiisanaya inuu la waafajiyo asbaab alcizati waltamkiini waalquwati waaldowla asbaab alfashilna ilahay inuu naga ilaaliyo alaa salluu wasalimu calaa man amarakum allah bisalaati wasalaam calayh biqowlihi tacaala in allaha wamalaa'ikata yusalluuna cala nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليه معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وعن سائر بلاد المسلمين أجمعين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين واجعل بطانتهم بطانة صالحة تعينهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار